واحمد لها ما كان منها وما غدت تمليه عنك وانت طي مكاربي. واحمد لها ما كان منها وما غدت تمليه عنك وانت طي مكاربي. لكأنما صارت اليك محجة نستغل كثيرا من الأدلة لأجل إقناع الآخر. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الإقناع وعن البلاغة وعن التدليل، فالمقصود أننا نتحاور مع الناس ونسعى إلى إقناعهم بالأفكار التي نحملها. وأي إنسان تتحاور معه يحتاج إلى دليل، وأنت عليك أن تفرق بين أنواع الناس. فإن كان من العلماء فلا يمكنك أن تقنعه بغير دليل علمي، وإن كان من العوام فالدليل العلمي يفوق قدرته العلمية. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم قال: والموعظة الحسنة. قال الألوسي: الحكمة للحكماء والموعظة الحسنة للعوام، لأن قدراتهم العقلية لا تتمكن من فهم الجوانب العلمية. ثم قال: والجدال للمشاغبين. والمقصود هنا بالجدال كما قلت لكم أهل المنازعة الفكرية الذين يصرون على المنازعة ويسعون إلى الغلبة بأي شيء كيفما كان، وإن كان الأمر يتعلق بالمخالفة. وهذا من طبيعة الناس، فإن جواهر النفوس مختلفة بالماهية. يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا أولا الشكر على هذا التواصل، ثانيا هذه المدخلة جاءت في سياق الاحتفاء باللغة العربية هنا بإنترنت، ولذلك أشكر اللجنة التي قامت بالسهر على تنظيم هذا اللقاء في هذه المدينة العريقة، وأشكر جمعية قطف على مجهوداتها لعقد هذا اللقاء التواصلي مع المثقفين والطلاب والأساتذة داخل الإنترنت. ثانيا اخترت خلال هذا اليوم أن يكون الموضوع حول الحوار، واخترت أن يكون متعلقا بالحوار القرآني خصوصا، ونحن نسعى إلى أن تكون الفائدة مزدوجة، فهي احتفاء باللغة العربية، ولكن نريد أن نمرر للشباب مجموعة من الرسائل لها صلة بأهمية الحوار في التواصل، وأهمية الحوار ونبذ العنف في العيش في الأمن داخل هذا الوطن الكبير. بطبيعة الحال البلاغة القرآنية بحر لا ينضب، حاولت أن أستخلص مجموعة من الأمور من خلال رصد حوار الأنبياء مع أقوامهم، ومن خلال دعوة الحق سبحانه وتعالى للناس إلى أن يتواصلوا بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم بالجدال بالتي هي أحسن. كانت غايتي هي رصد مراتب الحوار في القرآن الكريم،
وكيف نواجه الاختلاف مع الآخرين، وفي الآن نفسه أن نتبين رمزية وقيمة وبلاغة الخطاب القرآني الكريم. شكرا لكم على إنجاح مهمتي، وشكرا لكل المتدخلين الذين تفاعلوا مع هذه المداخلة. بارك الله فيكم جميعا، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فهذه محاضرة علمية استمتعنا فيها بما ألقاه فضيلة الدكتور سيدي أحمد قادم عميد كلية اللغة العربية بمدينة مراكش، الذي قدم إلينا إلى مدينة إيمن تانوت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وقد أحببنا أن تكون هذه المحاضرة جامعة بين المناسبة التي هي اليوم العالمي للغة العربية، وبين أعظم ما يمكن أن يكون مرجعاً في اللغة العربية وهو القرآن الكريم. ولهذا ارتأينا أن يكون الكلام متعلقاً بالقرآن الكريم، وقد أجاد الأستاذ الفاضل وأفاد حينما استطاع أن يبرز للحاضرين أن القرآن الكريم أجمل كلام من حيث البلاغة ومن حيث البهاء ومن حيث الجلال. ولهذا كانت مداخلته بعنوان تأملات بلاغية في الحوار في أسلوب الحوار في القرآن الكريم من خلال مجموعة من النماذج التي من خلالها أبرز المتدخل أن القرآن الكريم في مستوى عال من البلاغة، وأن القرآن الكريم يكرس لثقافة الحوار والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وهذه الأساليب التي كلها تندرج في الحوار هي الكفيلة بأن تجعل البلد والمجتمعات آمنة مطمئنة. فالحوار هو السبيل للمناقشة، ولا يمكن أبداً أن يكون العنف سبيلاً إلى الأمن والاستقرار. صلى الله عز وجل أن يحفظ بلدنا ونجعله بلداً آمناً مطمئناً، وأن يبارك في عمر مولانا أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.